للأسبوع الثاني على التوالي لا تزال معركة الساحل الغربي تشتد ضراوة بعزم أبطال القوات المشتركة الذين جعلوا من هذه الجبهة الوعرة مقبرة لجحافل الحوثي بعد أن استنفد مجاميعه وقادته ولا يزال يدفع بتعزيزات لعناصره صوب مديريتي الدريهم وحيس وعجز عن استعادة شبر واحد وعادت عناصره مكسورة مدحورة تاركة خلفها عشرات الجثث متناثرة في السهول والوديان. هذه المشاهد تظهر جانبا من الاشتباكات في قطاع مدينة الدريهمية جراء تصعيد الميليشيات الحوثية وشنها لهجوم انتحاري حاولت من خلاله اختراق خطوط التماس في محيط المدينة، لكن فوهات بنادق المرابطين في متارسهم من أبطال القوات المشتركة أجبرت الجحافل الحوثية على الفرار الجماعي تاركة أسلحتها وجثث من قتل وجرح من مقاتليها على هذه التباب. ورصدت القوات المشتركة تعزيزات مسلحة للميليشيات الحوثي دفعت بها إلى المزارع والقرى القريبة من خطوط التماس في منطقة دار القحيم والمساوى جنوبي حيس وقرية الحصب من جهة الشرق ووادي نخلة ومفرق العدين من جهة الشمال. تضمنت أطقما تقل عددا من مسلحي الميليشيات التي استقدمتهم من محافظة إب ومديرية جبل راس وتحمل أسلحة متوسطة وقذائف مدفعية. الصورة كفيلة بتوثيق حجم الخسارة التي يتلقاها الحوثي في جبهات الساحل الغربي والتي لا يستغرق الأبطال غير ساعات لدحر ما ألقى به الحوثي من مجاميع إلى الدريهم وحيس محاولا إحداث تغيير على أرض المعركة، لكنه عجز عن التقدم نحو مترس واحد ليلجأ إلى إعلان نصر وهمي في حيس للتغطية على هزائمه في الدريهمي كما يفعل طيلة عامين ونصف. ورغم ترحيبها بدعوة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث لوقف التصعيد لا تزال الميليشيات تحاول التسلل إلى المزارع الملاصقة لمركز مديرية الدريهمية ولكن دون جدوى، فقد تكبدت الأسبوع الماضي على أيدي القوات المشتركة خسائر كبيرة في صفوفها بينها قياديان توليا قيادة جبهة حيس جراء محاولات فاشلة باختراق الخطوط الأمامية وتواصل الدفع بمزيد من المغرر بهم الذين ينتهي بهم المطاف جثثا مرمية على تباب وسهول الساحل الغربي والسهل التهامي.